وتنضم إلينا شبكة مراسلي الغد من شرق غزة نيفين سليم، من مخيم جباليا شمال غزة محمد أبو ناموس، ومن شرق خان يونس حازم البنا. وأبدأ معك نيفين، هي الجمعة الرابعة في رمضان، إذا ما هي تطورات الأوضاع إليك وكيف تسير المسيرة؟ نعم، يعني حتى اللحظة هنا حالة قمع كبيرة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد حالة من الهدوء شهدتها هنا الحدود الشرقية لمدينة غزة، إطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين في محاولة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لإبعادهم عن السياج الأمني هنا. لا يمكن أن نطلق على ما يحدث هنا على الحدود الشرقية لمدينة غزة بأنه مواجهات، هنا لا تحدث مواجهات أبدا في هذه اللحظات، ولكن هي حالة فقط قمع واعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مئات المتظاهرين الفلسطينيين الذين يقفون هنا بشكل سلمي أمام السياج الأمني الفاصل بين حدود قطاع غزة والأراضي المحتلة في الجمعة 11 على التوالي لمسيرات العودة وكسر الحصار. هذه الجمعة التي جاءت في الذكرى 51 للنكسة الفلسطينية، هذه الذكرى التي احتلت فيها إسرائيل باقي الأراضي الفلسطينية واحتلت فيها أيضا مدينة القدس. في هذا اليوم الفلسطينيون اليوم يخرجون استمرارا لهذه المسيرات التي وصلت اليوم ذروتها حيث بدأت في 30 مارس ومستمرة حتى هذا اليوم للتأكيد على حقوقهم في هذه الأراضي التي احتلتها إسرائيل. الآن بعض قنابل الغاز نراها قد وصلت إلى بعض من سيارات الإسعاف أو السيارات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. هناك إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في صفوف المواطنين، عادة هذه الإصابات يتم معالجتها ميدانيا. يبدو أنه تم نقل عدد من الإصابات من خلال سيارة الإسعاف. الآن نلاحظ أن الدفاع المدني يحاول إخلاء بعض الشباب من يتواجدون بشكل قريب من نقطة الصفر بالسياج الأمني. يبدو أنهم الآن يتمكن بعض أفراد الدفاع المدني من إخلاء بعض الشبان المتواجدين بشكل قريب من نقطة صفر من السياج الأمني، وفعليا نجح هؤلاء الشباب رجال الدفاع المدني الفلسطيني من إخلاء هؤلاء الشباب ممن كانوا محتجزين بالقرب من السياج الأمني. نيفين، هل الأعداد في ازدياد عن صباح اليوم ورغم يعني إطلاق قوات جيش الاحتلال الغاز المسيل للدموع واستمرارها في ذلك؟ نعم، الأعداد هنا في تزايد. صباح هذا اليوم عشرات فقط ممن كانوا يتواجدون هنا على السياج الأمني، لكن بعد أداء صلاة الظهر والعصر توافد المئات والآلاف من الفلسطينيين هنا على الحدود الشرقية وعلى كافة الحدود الشرقية ليس فقط في مدينة غزة. وأمام هذه الأعداد الكبيرة هناك حالة قمع كبيرة أيضا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن ما نشهده اليوم تحديدا هنا على الحدود الشرقية لمدينة غزة في موقع ملكة أن حالة القمع فقط باستخدام الغاز المسيل للدموع، ونشهد حالات قليلة تم استخدام فيها الرصاص الحي أو الرصاص المتفجر. نعم. وربما هذا يدلل على أن الجيش ربما لا يريد تصعيد أو لا يريد انفلات الأمور هنا على الحدود الشرقية. نعم. حسب ما كان متوقعا بسبب ازدياد هذه الأعداد التي تقف هنا. نعم. بشكل سلمي على الحدود الشرقية لمدينة غزة. تم إخلاء في هذه اللحظات إصابة أيضا قريبة من السياج الأمني. عدد الإصابات حتى اللحظة في كافة الحدود الشرقية لمدن قطاع غزة 191 إصابة، فقط 36 إصابة هم تم نقلها من الحدود الشرقية لمدينة غزة. نعم. وبالتالي الحدود الشرقية لمدينة غزة هي هادئة نوعا قليلا مقارنة بباقي الحدود على في كافة مدن قطاع غزة، مقارنة سواء بالحدود الجنوبية الحدود الشرقية للمدن الجنوبية أو الحدود الشرقية أيضا لمدينة جباليا وبيت لاهيا شمال. نعم. قطاع غزة هنا الحدود في مدينة غزة هذه مقارنة بتلك الحدود. يجب. نعم. أن نتحول إلى شرق خان يونس وحازم البنا. حازم، نتابع معك منذ صباح اليوم، كيف تطورت الأوضاع لديك حتى الآن؟ يعني حتى اللحظة هناك إصرار من قبل هؤلاء الشباب على التمترس قبالة السياج الأمني الفاصل وعلى مسافات قريبة كما نلاحظ في الصورة، رغم أن جيش الاحتلال يحاول بين الحين والآخر
التكثيف من إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع وأيضا إطلاق الرصاص الحي في الهواء وبين أرجل هؤلاء الشبان في محاولة لتحذيرهم من الاقتراب على من هذا السياج الأمني. على أي حال لم يلتفت هؤلاء الشبان لهذه المحاولات القمعية الإسرائيلية، نجحوا خلال الساعة الماضية بقص مجموعة من السياج الأمني الفاصل وسحبه إلى داخل مخيم العودة، وأيضا في مناطق أخرى استطاع بعض الشبان المتظاهرون مثلا في رفح إسقاط بعض الطائرات التصوير الإسرائيلية بواسطة الأطباق الطائرة التي حاول جيش الاحتلال منذ صباح هذا اليوم يعني محاولة اعتراضها، سواء بإطلاق الرصاص عليها أو بمحاولة أيضا تسيير طائرات مسيرة تحاول قطع خيوط هذه الطائرات الورقية. وشهدنا أيضا كيف أن هؤلاء الشبان أكثروا من استخدام هذه الطائرات في هذا اليوم وفي الجمعة 11، ونجحت بالفعل هذه الطائرات بإحداث مزيد من الحرائق التي يعني أحرقت أكثر من مئات ألاف الدولمات الزراعية في داخل مستوطنات غلاف غزة، وهناك خسائر بملايين الشواكل نتيجة هذه الحرائق التي تسببت بها الطائرات الورقية. على أي حال نلاحظ بأن جيش الاحتلال يتأهب كثيرا وهو يستعد ويتحدث عن عشرات الآلاف من المتظاهرين على طول حدود قطاع غزة جاءوا إلى هذا اليوم ورغم استنفاره الشديد، ولكن نلاحظ بالفعل بأن السلوك العسكري الإسرائيلي لا يتعمد إحداث إطلاق رصاص بشكل يعني مباشر، رغم أن جمعية الهلال الأحمر تحدثت عن 190 إصابة 47 منها بالرصاص الحي، ولكن قياسا بالأيام الماضية وقياسا لأن هذا اليوم جاء بتحشيد فصائلي كبير وهناك كانت توقعات إسرائيلية باقتحام السياج الأمني أسوة بالسيناريو التي حدث في 14 من مايو القادم، ولكن يبدو أن هناك تعهدات من الجانبين، من الجانب الإسرائيلي غير معلنة، هي تعهدات غير معلنة ربما أو قرارات غير معلنة بعدم إحداث يعني حالات قتل كثيرة في صفوف هؤلاء المتظاهرين، لأنه بسبب يعني محاولات إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك خلال الأيام الماضية وإطلاق وقتل المتظاهرين وإطلاق أيضا قذائف باتجاه نقاط ومواقع والعسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي، لاحظنا أن كيف غزة دخلت في موجة تصعيد وإطلاق صواريخ من قطاع غزة، وهذا أيضا ما دفع يعني القيادة المصرية بالتدخل والعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار. لكن هذه الجمعة قالت إسرائيل بأنها اختبار للتهدئة والتفاهمات التي جرت مؤخرا، إذا ما بالفعل كان هناك ضحايا كثر ربما تقوم فصائل المقاومة بإطلاق صواريخ من قطاع غزة. لا أعتقد أنه في هذه المرحلة إسرائيل معنية بتصعيد الاشتباك يعني العسكري المسلح بينها وبين فصائل المقاومة، على اعتبار بأن الجبهة الشمالية يعني مع سوريا تهمها جدا والتمركز الإيراني العسكري في سوريا يهم إسرائيل كثيرا على الجبهة الشمالية، لذلك هي لا تريد أن تفاقم من حدة التصعيد العسكري في غزة. الأوضاع هنا الفصائل تؤكد بأن هذا الحراك مستمر حتى تنضج كل المبادرات والأطروحات الدولية والإقليمية المتعلقة برفع الحصار عن قطاع غزة، وهؤلاء الشبان يؤكدون بأنهم لن ترهبهم هذه القوة العسكرية المفرطة، سيواصلون بالتمترس قبالة السياج الأمني والمواصلة بهذا الحراك السلمي حتى تحقيق أهدافه على رأسها كسر الحصار عن قطاع غزة. نعم حازم البنا ابقى معنا، ونذهب إلى محمد أبو ناموس من مخيم جباليا شمال غزة. محمد صف لنا الوضع لديك في الجمعة 14 من رمضان. يعني هذه الجمعة 14 في رمضان هي ساخنة جدا في شرق جباليا، لا سيما وبعد تصريح وزارة الصحة بأن 386 إصابة قد وصلت أو تم إصابتها وحصلت هذا اليوم. 5 من هذه الإصابات هي إصابات خطيرة وهي الآن موجودة داخل المستشفيات داخل مدن قطاع غزة، وهذا ينذر عن آلية الاحتلال الإسرائيلي صعيدية لكيفية التعامل مع هؤلاء المتظاهرين السلميين في هذه المنطقة. نشاهد هؤلاء الشباب وكما تشاهدون معنا منهم من يجلس منهم من يقف فقط لينظر إلى ما يدور حوله، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يباغتهم بين الفينة الأخرى، وكما نشاهد الآن بقنابل الغاز المسيلة للدموع التي الآن، وكما نشاهد على سيارات الإسعاف وعلى الشباب المتواجد في هذا المنطقة
نعم مثلما نشاهد معك فإن الأعداد في ازدياد بالفعل. محمد، هل الطواقم الطبية لديك كافية لإسعاف المصابين من هذه القنابل المسيلة للدموع التي يستمر أو يعني قوات الاحتلال مستمرة في إلقائها على المتظاهرين السلميين؟ يعني الطواقم الطبية كافية ولكن المستلزمات الطبية غير كافية، بالإضافة إلى أن أعداد المصابين هم بأزدياد، وهذا سيحدث بالتأكيد مشكلة كبيرة في كيفية نقل هؤلاء المصابين إما من للنقط الطبية في داخل الميدان أو إلى داخل المستشفيات في داخل المدن في قطاع غزة، وهذا يتحدث ويحدثنا عن ضبابية المرحلة القادمة إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي باستخدام هذه الكمية من قنابل غاز المسيل للدموع بالإضافة إلى الرصاص الحي. وقبل قليل قام الاحتلال الإسرائيلي بإصابة أحد الشبان مما أدى إلى إصابته بإصابة خطيرة، وتم نقل هذا الشاب إلى مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة. ولكن على أي حال نشاهد الشباب لا زالوا متواجدين، العائلات، بالإضافة إلى الطائرات الورقية التي لا زال حتى هذه اللحظة المتظاهرون يحاولون تطهيرها في هذا المكان تحديا في هذا المحتل الإسرائيلي الذي يستخدم كل القوة القمعية لصد هؤلاء المتظاهرين السلميين. من مخيم جباليا شمال غزة كنت معنا محمد أبو ناموس، ومن شرق خان يونس حازم البنا، ومن شرق غزة كنت معنا نيفين إسليم. شكرا لكم، وسنتابع معكم التطورات كلما جد جديد.